الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة محاضرة جديدة لكتشر 3 تحت عنوان البروتينز ايدنتيفيكيشن اند ديسوردرز، يعني ازاي نقدر نحدد نوع البروتين اللي عندنا والخلل اللي ممكن يحصل في البروتين نتيجة الكونسنتريشن بتاعه الموجود في الدم. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض في محاضرة عن البروتين وأهمية البروتين، الدور اللي هو بيقوم بيه، واتكلمنا مع بعض في الآخر خالص في آخر المحاضرة على إزاي احنا نقدر نعمل ايدنتيفيكيشن للبروتين. وكنا أخدنا مع بعض المرة اللي فاتت على إن احنا عندنا ثلاث طرق مشهورين، زي الطريقة المشهورة بتاعت بيرت ميثود اللي كانت تعتمد على تكوين كومبلكس مع الكبر والامينو جروب الموجودة في السلسلة البكتيرية الطويلة بتاعت البروتين بتاعي. واخدنا يعني ونهينا كلامنا ان في طريقة تعتبر احدث يعني ممكن نعملها عشان نعمل عملية الايدنتيفيكيشن او التعرف على البروتينات. واتكلمنا ان كانت احد عيوب الطرق السابقة اللي هي كانت بتعمل التوتال بلازما بروتين، يعني كانت بتقيس التوتال بروتين، ما كانتش بتقيس يعني ايه نوع محدد من البروتين. عايز مثلا اقيس الالبيومين لوحده او كده او اي نوع من انواع البروتينات الاخرى، ده كان بيبقى صعب لانها بتشتغل على زي ما قلنا مثلا طريقه بيرت دير كانت بتشتغل على الامينو جروب اللي موجوده في الايه في السلسله البكتيريه الموجوده عنده. تمام. طيب دلوقتي احنا في صدد ان احنا ندرس الطريقه رقم 4 اللي هي طريقه بتعتبر يعني ايه مش ايدنتيفيكيشن بنسبه 100% قد ما هي سيبريشن، يعني نسبه الايدنتيفيكيشن بتاعها بيعتبر في زون او في مناطق محدده، لكن هي في العموم هي سيبريشن عشان اقوم بعمليه فصل للبروتينات. طبعا هتختلف كمية البروتينات المحصولة في كل مرحلة على اساس ايه انت مستخدمه في الطريقة بتاعت الايه الالكتروفوريزز اللي هنتكلم عليها دي. تمام. طيب الطريقة دي اسمها الالكتروفوريزز، هتفصل بيها مجموعة من البروتينات او بروتين لوحده، يعني حسب الزون اللي انت هتشتغل فيها والمنطقة اللي انت هتشتغل فيه. فمعنى كلمة الكترو معناها ان انت يبقى في ايه هنا في كهرباء، في حاجة كده ايه مجال كهربي موجود عندنا. لما انت بتقوم بعملية الفصل بعد كده تبدأ ممكن تعتمد على الطرق السابقة دي اذا كنت انت نجحت في فصل البروتين ده بشكل 100% ان انت تقوم بعملية التعرف عليه بأي طريقة من الطرق الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. طيب لو ما قدرتش اقوم بعمليه الفصل بشكل كامل، طلع لي مثلا ايه مجموعه من البروتينات معينه، فئه معينه من البروتينات طالعه مع بعضها نتيجه الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، لا يبقى انت ممكن بتلجا لبعض الاجهزه الاخرى اشهرهم حاجه اسمها الكابيلاري الكتروفوريزس دوت عشان يقوم كابيلاري يعني ايه شعريه. فالقصه ان انت ايه الحركه بتاعته هتبقى يعني ايه محكمه ومحددة، واذا كانت في مجموعة طالعة من الجهاز بتاع الالكتروفوريزس اللي هنتكلم عليه دلوقتي، المجموعة طالعة مع بعضها، لا لو انت دخلتها جهاز الكابيلاري الكتروفوريزس هيطلع ايه يحصل عملية فصل للايه للبروتينات، بروتين بروتين وهكذا، تبدا تاخده بعد كده تدخله على اي طريقة من الايه من الطرق السابقة عشان تتعرف عليه. اذا احنا في صدد دراسة طريقة لعملية الايه عملية الفصل. It separates protein on the basis of their electrical charge properties، يعني هي بتقوم بعملية فصل البروتين اعتمادا على الايه على التشارج الخاصة بالايه بالبروتين. زي ما بيقول حضرتك كده هي يعني طريقة للفصل الكهربي، بيتم فصل نوع البروتين اللي انا عايزه وبعدين اعين تركيزه باي طريقة من اللي فوق. اولا لازم نعرف ان الفصل هنا بيعتمد على الشحنه، وطبعا احنا عارفين ان البروتينات مركبات مشحونه وكان فيه منه موجب وسالب. طبعا لما بجيب ماده زي البروتين دي وبحطها في وسط معين فالايه فبيبقى دلوقتي وقصه اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اللون بير ومش عارف ايه وحاجات زي كده، فبتخلي البروتين اللي عندي مشحون.
الشحنه بتاعته بتتوقف على المجموعات الوظيفيه اللي موجوده عليه والايه والوسط اللي حضرتك حاطط فيه الايه حاطط فيه الايه البروتين بتاعك. فهنا بيقول حضرتك فاحنا لو وضعنا العينه اللي تحتوي على البروتين في بفر سوليوشن وحطيناهم في حقل كهربي، هنلاقي ان البروتينات دي بتتحرك بناء على الشحنه الكليه للجزيء ناحيه الانود او الكاثود. يعني انا عندي الانود والكاثود اللي هو القطب الموجب والقطب السالب. دلوقتي جبت انا ايه جبت البروتين بتاعي وحطيته في بفر سوليوشن اللي هو المحلول المنظم اللي كنا اتكلمنا عليه برضو المره اللي فاتت. وبعد كده اعتمادا دلوقتي بقى البروتين بتاعي بقى فيه شحنه وعندي مجال كهربي موجب وسالب، تمام؟ طيب زي ما انتم عارفين كل حاجه هتنجذب للايه؟ للضد بتاعها. في الحاله ديت يبقى لو عندي البروتين شحنته سالبه تتجه للقطب الموجب، لو شحنته ايه؟ موجبه تتجه للايه؟ للقطب الايه؟ السالب، تمام؟ وهنا بيقول حضرتك خلاص بعد ما تتجه للانود او الكاثود واللي بيحددها البي اتش بتاعت الايه؟ البفر سوليوشن. طبعا البي اتش بتاعت البفر سوليوشن هتتحكم عندك. يعني انت لما تكون عمليه الريليزنج يعني البفر بتاعك في الجزء القاعدي غير لما يكون في الجزء الحامضي. انت دلوقتي عمليه ريليزنج للهيدروجين او عمليه ريليزنج للاو اتش يعني وتخلي الوسط ايه النيجاتيف فيه سالب او تخلي الوسط الموجب فيه سالب، فهي طبعا بتاثر على الايه على الحركه بتاعه الايه بتاعه البروتين عشان تتم عمليه الفصل بتاعه. اللي قدام حضرتك في الصوره دوت هو عباره عن جهاز الفصل الكهربي للايه للبروتينات، تمام؟ زي ما انت شايف كده هو عباره عن التقويم عباره عن مجال كهربي. لما اقول مجال كهربي يعني انا عندي ايه انود وكاثود، حاجه موجبه وحاجه سالبه، تمام؟ وبيتكون في النص كده ما بينهم حاجه كده عامله زي الطبق او البليت كده. البليت ده بيبقى فيه عباره عن ماده بتساعدك على عمليه الفصل. الماده ديت عن طريق ارتباط البروتينات بيها، يعني البروتينات بتحب ايه يعني ايه تتعلق بيها شويه، فعلى مقدار التعلق بيها بالماده ديت او بالماده الموجوده على البليت ديت بتتم عمليه الفصل. ممكن يبقى الـ يعني في بعض المواد يعني في سيلولوز اسيتيت مثلا بيستخدم نفس الفكره بتاعت الكروماتوجرافي بالظبط، يعني هي اشبه بالفكره بتاعت الكروماتوجرافي لحد كبير جدا. يعني في الكروماتوجرافي كنت بقول لك ان عندنا حاجه اسمها الموبايل فيز والاستشناري فيز والماده اللي انا عايز اقوم بعمليه فصلها. فكنت بقول لك ان الماده اللي انا كنت عايز اقوم بفصلها ديت لو بتحب الاستشناري فيز اللي هو الحاجه الثابته اللي موجوده في الكولم بتاعي فبتعلق بيه فما بتفصلش بسرعه. طب هي لو معاها ماده ثانيه ما بتحبش الاستشناري فيز تمشي بقى بشكل اسرع شويه. نفس القصه لو معايا حاجه لقيتها مثلا بتحب الموبايل فيز تمشي اسرع من الاثنين. يعني بديك مثال، انا عندي كوكتيل مثلا من ثلاث مواد، ماده منهم حبه الاستشناري فيز وماده منهم ما بتحبش الاستشناري فيز ولا بتحب الموبايل فيز وماده ثالثه بتحب الموبايل فيز. فتلاقي الماده اللي بتحب الموبايل فيز اللي هو اللي هو الجزء المتحرك جوه العمود السولفنت اللي انا بستخدمه تمشي معاها بسرعه بسرعه وتطلع ايه تنفصل اول واحده، واخدها ايه افصلها واعمل لها ايه واعمل لها ايدنتيفيكيشن اللي انا عايز او اي وات ايفر يعني اللي انا عايزه بعد كده. طيب الثانيه اللي هي ما بتحبش ولا الموبايل فيز ولا يعني متعادله في الحب ما بين الموبايل فيز وما بين الاستشناري فيز، لا دي تخرج ايه ثاني واحده. طب اللي تحب الاستشناري فيز تخرج ايه رقم ثلاثه. نفس القصه هنا بالنسبه لي بالظبط، انا عندي هنا بليت اللي هو في النص ما بين الاثنين الكترود دوت. البليت دوت بيبقى عليه ماده والبروتينات متنوعه، انا عندي بروتينات يعني عدد كبير من البروتينات يعني مجموعات كتير مجموعات كتير وانواع كتير، تمام؟ طيب هل كلهم هيحبوا السيلوز اسيتيت بنفس المحبه؟ هل كلهم هيحبوا البفر يعني بالبفر ويتفاعلوا معاه والدنيا يعني مش يتفاعلوا معاه يعني يبقوا قابلين للحركه نتيجه البفر ونتيجه الماده اللي موجوده على البليت دي بنفس القدره وبنفس السرعه؟ لا، عند فالقصه بتتغير. فلذلك ايه واحده بتتفصل وتديني ايه تديني قراءه، الثانيه تنفصل وتديني قراءه، الثالثه تنفصل وتديني قراءه، وهكذا لغايه ما يتم عمل تحديد للكونسنتريشن بتاع المجموعات الايه المشهوره في الجهاز ده.
من اشهر المواد المستخدمه في الجهاز بتاع الانتربرايزز اللي هو السيلولوز اسيتيت والجل بانواعه المختلفه. تمام. طيب هنا بيقول لك معلومه كويسه قوي، بيقول لحضرتك ان انا عندي حاجه اسمها الايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك بوينت هي البي اتش اللي بيكون عندها البروتين متعادل، يعني الشحنه الكليه ليه بتساوي صفر. طب ده بيحصل امتى؟ تعالى هو يضرب لك مثال هنا، هو بيقول لحضرتك انا عندي لو الوسط او اللي هو البفر يعني البي اتش بتاعته اكبر من الايزو الكتريك ايه بوينت، يبقى هنا البي اتش بتاعه البفر اعلى من الايزو الكتريك بوينت. الايزو الكتريك بوينت ديت عشان تبقى فاهم كويس هي عباره عن درجه البي اتش اللي عندها البروتين بتاعي بيكون متعادل. انا بفترض ان البروتين بتاعي زي ما قلت لك ان البروتين بتاعي مش متعادل لان مليان مجموعات وظيفيه وبحطه في ميديا وهكذا، فده بيخليه مش متعادل. تمام. طيب عشان اعادله ببدا ايه احط له مثلا يعني بحط له شويه بفر مثلا او حاجه زي كده. تمام. يبدا يحصل له ايه تعادل، يبدا يحصل له تعادل. طيب هو هنا بقى بيقول لحضرتك لو انت حاطط البفر بتاعك اللي انت بتقوم بعمليه الفصل فيه ده اهي، اللي انت بتستخدمه في عمليه الفصل ده، البي اتش بتاعته اكبر من الاي اي بي اللي هي الايزو الكتريك بوينت، ايه اللي بيحصل؟ بي اتش اعلى، يعني او اتش مثلا او شحنات سالبه مثلا اعلى من الايه متوفره بشكل اكبر، ايه اللي بيحصل؟ يبقى بالتالي ان البروتين بتاعي هتكون ايه الشحنه، ايه الشحنه بتاعته بتكون سالبه. طب لو العكس، لو انا استخدمت بفر، واحنا عارفين انواع البفر كتيره ومتنوعه، لو انا استخدمت بفر حطيت بفر والبفر دوت البي اتش بتاعته اقل من الايزو الكتريك بوينت، ايه اللي بيحصل؟ يبقى البروتين بتاعي هيبقى مشحون ايه شحنه موجبه. طيب البروتين بتاعي بقى مشحون اهو. تمام. البروتين بتاعي بقى مشحون، ايه اللي بيحصل؟ يبدا البروتين بتاعي الموجب يروح ناحيه السالب والسالب يروح ناحيه الموجب، وتبدا ايه عمليه الفصل الايه المشهوره او المعروفه ديت بالايه بالنسبه للايه البروتين. اختبار ممتاز جدا ومتعلق بالكثير من الامراض اللي هتشوفها، وهو يعني بيعتبر يعني ايه بيعمل اشاره كده، يعني بيشاور بصبعه كده على مجموعه من الامراض، بس بشكل ايه بشكل يعني ايه كبير الى حد ما يعني، بس ما تقدرش انت تجزم انه مرض في المرضين او الثلاثه اللي هو ايه بيشير اليهم زي ما هناخد مع بعض. تمام. طيب من الحاجات اللي بتاثر على زي ما قلت لك بقى، الحاجات اللي بتاثر على سرعه الاختبار بتاع الالكتروفوريزس هو الالكتريكال او الايزو الكتريك بوينت الخاصه بالايه بالبروتين بتاعه، يا ترى هو يعني كانت شحنته قد ايه. طيب الميديا اللي انت حاططها البفر اللي انت حاطه دوت ده يعني غير البي اتش قد ايه واثر معاك على البروتين بمقدار قد ايه. تالت حاجه يا ترى البروتين اللي معاك ده هو السايز بتاعه عامل ايه، يعني السايز بتاعه او الموليكولار سايز بتاعه اللي كنا اتكلمنا عليه في خصائص البروتين عامل ايه. هل هو يا ترى بروتين صغنن كده يعني يقدر ينفصل بيجري بشكل سريع، ولا بروتين معقد وسلسله ذاتيه كبيره فهيبقى ابطا في الحركه. تمام. لان لو ابطا في الحركه يبقى هينفصل ايه في الاخر يعني بشكل متاخر شويه. طيب طبعا درجه الحراره بتاثر، طبعا من الحاجات اللي بتاثر طبعا قوه المجال الكهربي اللي انت بتغذي بيه الجهاز. الجهاز ده انت بتغذيه بايه؟ ببطاريتين كده، ولا بتغذيه مثلا بكهرباء مباشره، ولا يعني بتغذي القصه ديت ازاي؟ طبعا كل المفروض ان انت هتزود الالكتريك فيلد سترينث او المجال الكهربي بتاعك، كل ما عمليه الفصل هتتم بايه بشكل ايه بشكل اسرع. هنا بيقول حضرتك speed of migration in electrophoresis is dependent on the ionization degree of the protein at the pH of the buffer. يعني الايونيزيشن يعني البروتين بتاعي هيحصل له ايونيزيشن، مدى تاثره يعني يحصل له ايونيزيشن عن طريق الايه ان انت حطيت له البفر اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام. This can be estimated from the difference between isoelectric point IEB of the protein and the pH of A of the buffer. زي ما كلمتك من شويه، اختلاف الفرق ما بين ال pH بتاعت البفر واختلاف ال pH او اللي هي الايزوالكتريك بوينت بتاع البروتين هتخليه يا اما يبقى موجب يا اما يبقى سالب، وده تتحكم في الايه في التوجيه بتاعه.
تاني حاجه اللي هي النت تشارج، النت تشارج والنت الكتريك تشارج. تالت حاجه الالكتريكال فيلد سترينث. رابع حاجه السايز اند شيب اوف بروتين. خامس حاجه اللي هو التمبريتشر والبي اتش اوف ذا بفر اند ايه اند الايونت سترينث، يعني التركيز بتاع الايه بتاع البفر انت بتستخدم منه تركيز قد ايه، كام ايه كام مول في الايه بالليتر في الايه في لما جيت تحضره يعني. طيب هنا بقى بيتكلم الجزء الاولاني ده بيتكلم برضو على الايه على الاي اي بي والبي اتش والحته اللي احنا اتكلمنا عليها، وبيتكلم على ان انت لازم البروتين بتاعك يبقى ايه يبقى مشحوب. ليه؟ إيه اللي هيساعدك على كده؟ ان هو يبقى يكتسب شحنه ايه زي ما قلنا مع بعض، البفر هيساعد ان هو يكتسب شحنه، وعلى قد على قد البفر اللي انت حاطه وعلى قد البي اتش بتاعت البفر اللي انت مستخدمه هيكتسب يا موجب يا سالب، تمام؟ ويبدا موضوع الحركه بتاعته، وبعد كده يبدا يصيغ لك قانون لسرعه الفصل بتاعت الايه بتاع البروتين بتاعك. فيقول لك ان الميو اللي هي السبيسيفيك الكتريك موبيليتي اللي هي الحركه او سرعه الحركه بتاعت او سرعه الفصل بتاع البروتين بتاعك هتساوي الفيلوسيتي على الايه الاف، تمام؟ الفيلوسيتي اللي هي السرعه، والاف اللي هي الفيلد سترينث قوه المجال الكهربي اللي انت مستخدمه، تمام؟ طيب قال لك انا ممكن اشيل السرعه واستبدلها بالايه بالاس والتي. ايه يا عم الاس والتي؟ الاس اللي هي الديستانس والتي اللي هو التايم، لان معروف ان الايه ان الفيلوسيتي بتساوي الايه بتساوي الديستانس على التايم، بتساوي المسافه على الايه على الوقت. فيطلع القانون بتاعك بيساوي ان النيو بتساوي او سرعه فصل البروتين ده هي هتساوي الديستانس اللي هو بيتحركها، طبعا ده بتاثير الايه بتاثير التايم على التايم مضروب في الايه مضروب في الفيلد ايه في الفيلد سترينس، تمام؟ لو البروتين بتاعك ما اتشحنش مش هيتحرك مكانه وهيترسب، التاني موجود ايه في نفس المكان بتاعه زي انت حطيته، طيب تمام؟ يبقى إيه خليه يتحرك. القصه بتاعت اكتسابه الشحنات هيكتسبها ازاي؟ بتاثير البفر عليه وتاثير الايه الكونسنتريشن بتاع البفر اللي انت حاطه في الميديا اللي موجوده بتاعتك دي، وحركته بقى تعتمد على كل الكلام اللي احنا اتكلمناه مع بعض ده. الجزء ده بقى بيتكلم على حاجه حيويه او جميله قوي اللي هي عباره عن ايه؟ زي ما كنت بكلمك من شويه صغيرين اللي هي العلاقه ما بين الالكتروفوريزس كتقنيه والكروماتوجرافي، وشبهت لك الايه الماده اللي موجوده على البليد بالاستشناري فيز وهكذا. فهو هنا بيقول لك بيقول لحضرتك ان الالكتروفيزس كان بي بيرفورمد اون، يعني الماده اللي انت بتحطها على البليد ديت جوه جهاز الالكتروفوريزس ديت ممكن تبقى حاجه من ايه من الثلاثه دول، اغلب المواد اللي هي ايه بتستخدم حاليا يعني السيلوز استيت والستارش جيل والبولي اكريلامايد جيل، تمام؟ طيب الفرق ما بين الاثنين ايه؟ او الثلاث مواد دول ايه؟ الفرق ما بين الثلاث مواد دول يعني هو هنا بيتكلم على حضرتك يعني ايه ان الثلاث مواد دول ينفعوا كشغل الاستشناري فيز شويه، تمام؟ لكن الفرق ما بين كل واحده والثانيه في كام بيك هتطلع على القراءه بتاعت جهاز الالكتروفوريزس، او بمعنى ثاني هتفصل البروتينات اللي موجوده في العينه بتاعتي لكام جروب، تمام؟ طبعا يعني الاشهر الاستخدام هو السيروز اسيتيت، ولكن هو بيفصل الحاجه لحوالي ست مجموعات، يعني بيفصل البروتينات الموجوده في العينه بتاعتك لست ايه؟ لست مجموعات. اما الجيل فهي حاجه يعني اكبر شويه وافضل شويه، انا من وجهه نظري يعني ان هي افضل شويه لانها بتقدر تفصل المجموعات بتاعتي لايه لاكثر من ايه من مجموعه، بس هتحتاج طبعا حد ايه حد يبقى فاهم القصه اكتر، لان انت عندك التغير البسيط الطفيف لازم تبقى شايفه لما تيجي تقارن قراءه عينه حد سليم اللي هي الريفرنس بتاعي بايه بحد مريض، تمام؟ ديت ايه ديت الحاجه الوحيده اللي فيها يعني. فالجيل بيقدر يفصل لعدد بيكس ممكن يوصل لحوالي 20 بيك، تمام؟ يعني ايه 20 بيك؟ يعني 20 مجموعه من البروتينات. لكن السيلوز اسيتيت بيفصل لست مجموعات تقريبا اذا اعتبرنا ان الايه ان مجموعه منهم اسمها البري البيومين، مجموعه من الايه من المجموعات، تمام؟ طيب
هو هنا بيتكلم على بيقول لحضرتك تحت في العربي كده ان احنا عندنا 3 مواد اكثرهم استخدام هو سيلولوز استيت. هنا حته برضو مهمه، هل الاختبار دوت بيتم على يعني انا جبت العينه، اولا العينه اللي بتجيبها احنا بنجيبها عينه دم. بعد ما بتجيب عينه الدم ديت، وهنتكلم ان شاء الله مع بعض في او مع بعض يعني في المستقبل القريب ان شاء الله على ازاي بجيب عينه وازاي بحضرها وكلام زي كده. هل العينه اللي انت بتجيبها دي هل بتشتغل عليها زي ما هي؟ انا رحت جبت عينه من الدم أو عشان فيها بلازما بروتين، هي ديت لما لو انت رجعت بس للمحاضره اللي فاتت هتفتكر ان احنا كنا بنتكلم ان البلازما بروتين ديت دي بتديك صوره عن كل البروتينات اللي هي موجوده في الجسم لو انت حللت عينه الايه البلازما بروتين دي. طيب هل انا دلوقتي بروح اشتغل على ال 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 الدم؟ بيبقى فيه حاجتين يعني مكونين اساسيين اللي هو السيرم والبلازما. السيرم والبلازما، السيرم هو لما انت تاخد العينه بتاعتك وتحطها على جهاز الطرد المركزي او السنترفيوج ويبدا يفصل لك الدم الطبقتين اتنين، سيرم وايه والبلازما بتاعته اللي هي ايه بيبقى لونها احمر موجوده عندك كده. السيرم بيبقى لونه حاجه كده ايه، حاجه يعني شفافه او حاجه كده فيها ايه صفره بسيطه كده، لون اصفر بسيط خالص كده. تمام. طيب هو هنا بيقول لك حضرتك والله انت حر، عايز تشتغل بديت ماشي، عايز تشتغل بديت ماشي، بس هو بيفضل انت تشتغل بالسيرم. ليه؟ السيرم برضه هيبقى معبر عن البروتينات اللي موجوده في الدم، ده هيبقى معبر عنها يعني هو. لكن المشكله الوحيده ان بيحصل عندك انترفيرنس في منطقه معينه هندرسها مع بعض دلوقتي نتيجه وجود الفيبرونوجين. تمام. وهو دوت يعني دي ماده موجوده من عامل من عوامل التجلط ديت موجوده جوه الايه جوه البلازما. فلو انت اشتغلت على البلازما الفيبرينوجين دوت هيبقى ايه هيطلع معاك ويعمل تداخل او هيكبر شكل الايه شكل المنحنى اللي هيطلع من الجهاز. تمام ماشي. يعني بعض الناس بتشتغل كده لانها عارفه تاثيره هيطلع في انهي حته بالظبط وتاثيره هيبقى عامل ازاي، لكن البعض الاخر بيشتغل بس على السيرم. لذلك هتلاقي الاختبار مشهور بان هو اسمه ايه سيرم بروتين الكتروفوريزيس، يعني الاختبار مشهور بالاسم ده. تمام. طيب الفيبرينوجين خلاص ده اللي هو عامل من عامل التجلط دوت، والفيبرين كمان دول موجودين في الايه في البلازما. فهو لما بيعمل عمليه فصل بالجهاز الطرد المركزي والكلام ده بيخليهم موجودين مع البلازما وبياخد الايه السيرم وايه ويبدا يشتغل معاه عشان يضمن ان ما يحصلش الايه الانترفيرنس اللي كنت بكلمك عليه ده. تمام. اللي قدامك دوت ده هو بيقول لك هنا الايه ده السيلولوز اسيتيت، وهنا استخدم السيلولوز اسيتيت الكتروفوريزيس. هتلاقي انت عندك هنا بقى ايه بيك كبير قوي كده، البيك اللي هي العاليه ديت اللي هي من على الشمال. هنا على فكره بيبقى فيه ناحيتها كده بيبقى الموجب، والناحيه الثانيه بيبقى ايه بيبقى السالب كده، بيك كبيره وراها بيك ثانيه اصغر وهكذا وكذا. البيك الكبيره ديت بتبقى لحاجه معينه موجوده جوه الدم عملاق يعني هنتكلم عليه. وراها حاجه اسمها الفا 1، وراها حاجه اسمها الفا 2، وراها حاجه اسمها بيتا 1، وراها حاجه اسمها بيتا 2، وراها حاجة اسمها جاما. وما بين كل منطقة ومنطقة منطقة تداخل، يعني منطقة كده بسميها الايه الانتر زون، بتبقى ما بين الايه ما بين كل منطقة ومنطقة. هنا تحت كده تقريبا يعني حاولت في الجدول ده اقسمهم لك. فالمنطقة الاولانية اللي هي قبل الالبيومين قبل البيك الكبيرة دي بيبقى اسمها الايه البري البيومين، البري البيومين. وهنعرف ايه اللي بيبقى موجود فيها دلوقتي بالظبط، يعني هي بيبقى موجود فيها نوع من انواع البروتينات المهمه هنتكلم عليها لما ايه لما نوصل للبري البيومين. طيب البيك الكبير دي هي عباره عن الالبيومين، والالبيومين ده حكايته حكايه ان هو يعني ده عملاق البروتينات، يعني نسبته فوق ال 50% في الايه في البروتينات اللي موجوده في الدم. طيب يبقى هو ده يبقى ده شكل البيك بتاعه. تمام. المنطقة اللي قلت لك بعد كده اسمها الايه الالفا، الالفا 1. طبعا كل منطقة من دول زي ما هوريك كمان شوية صغيرين يعني فيها يعني بتتفصل لوحدها،
يعني الجهاز اشتغل، هوب فصل البريئه البيومين، خلاص ماشي تمام. اشوف البريئه البيومين اللي عندي البيك بتاعته قد ايه، بس هو غالبا ما بيطلعلوش بيك او بيطلع بيك صغيره خالص كده وما ملهاش تاثير مرضي محدد يعني. تمام. الالبيومين ده حكايته حكايه، ده ليه تاثيرات كبيره جدا، وانخفاضه وارتفاعه وكلام زي كده بيدل على مجموعه من الامراض الخطيره جدا. تمام. تيجي بعدها منطقه الاي الالفا 1، موجود فيها مجموعه بروتينات الالفا 2 وهكذا، كل منطقه من دول بتتميز بالايه، بان هي موجود فيها مجموعه معينه من البروتينات. تمام. خلاص انت فصلتها كمجموعات، عايز تتعرف بقى تعمل ايدنتيفيكيشن لكل بروتين لوحده على حده، ابدا بقى ايه، شوف تقنيه ثانيه زي ما ضربت لك مثال بالكابيلاري ايه الكتروفوريزيس مثلا. هنا بيعيد على حضرتك نفس الكلام بالعربي، بس كل القصه ان هو بيلفت نظرك ان احنا عندنا سيريوز اسيتيت ده بيقسمها لست مجموعات مش خمسه لو دخلت البري البيومين معاها، والافضل منه الحاجات الخاصه بالجيل زي الايه، زي البولي اكريلاميد جيل اللي بيقسمه ل 20 مجموعه، بس ده هيحتاج لايه؟ لحد تقنيه عاليه شويه في الايه؟ في مجال الايه؟ عمل انتربريتنج او تفسير لشكل الايه؟ شكل المنحنى او البيك اللي طالعه. تمام؟ وهو بياكد على نفس الكلام، كل منطقه موجود فيها مجموعه معينه من الايه؟ من البروتينات زي ما هنشرح مع بعض دلوقتي. ده شكل البيكس اللي بتبقى طالعه من الجهاز، جهاز الالكتروفوريزيس، او الاختبار بقى بيبقى اسمه سيرم بروتين الكتروفوريزيس اس بي اي. زي ما اتكلمنا مع بعض كده، بقول لك ان انا عندي، ممكن تقول ان التوتال بروتين اللي موجوده عندي في العينه بتاعتي او في الدم بتاعي ممكن تقسمهم لمجموعتين رئيسيتين. المجموعه الاولانيه اسمها الالبيومين، وده بيبقى الكيرف الكبير جدا جدا اللي هو يعني ممكن من 50 ل 60% من تكوين البروتينات اللي موجوده في الايه؟ في الدم بتاعي. تمام؟ وده بيشغل منطقه بعينها يعني منطقه الايه؟ الالبيومين زون. تمام؟ طيب النص الجزء الثاني بقى، المجموعه الرئيسيه الثانيه اسمها ايه؟ الجلوبيولين. الجلوبيولين هو بيشمل كل البروتينات بقى اللي موجوده في كل المناطق اللي بقى، الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 والايه؟ والجاما ايه؟ والجاما زون. وهنا برضو عايز يلفت نظرك لحاجه، ان احنا بس مش عندنا الستة زون دول اللي هي البري البيومين والالبيومين مش عارف ايه بس، لا ده احنا عندنا مناطق تانية بسميها الانتر زون، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المناطق اللي هي متداخله ما بين كل مرحله ومرحله التانية اللي هي ليه؟ يعني ما بين البيومين والالفا 1 مثلا، في عندي البيومين الفا 1 انتر زون، منطقه تداخل. منطقه التداخل ديت ليها خصائصها وليها شكل الكيرف بتاعها، ولو كبر بيبقى ليه تاثير، ولو صغر بيشاور على بعض الامراض وهكذا. فالحقيقه يعني السيرم بروتين الكتروفوريزيس دوت يعني انا يعني في تقديري ان هو يعني من الاختبارات الجميله جدا يعني. طيب يبقى ده الشكل العام للايه؟ للبيكس الخاصه بالسيرم بروتين ايه؟ الكتروفوريزيس. طيب هنبدا بقى مع بعض في المنطقه الاولانيه او الزون الاولانيه اللي هي منطقه البري البيومين. قلت لك ان في حاله استخدامك للسيريوز اسيتيت كماده او استشناري فيز مثلا، خلينا نسميها كده، موجوده جوه الالكتروفوريزيس، ده مش هيخلي للبري البيومين يظهر له ايه؟ يظهر له بيك معينه او كيرف يعني بيدل على ايه؟ على تواجده او الكونسنتريشن بتاعه. تمام. طيب ولكن البري البيومين من الحاجات المهمه، لذلك انت لو انت عايز يعني هو طبعا وجوده او انخفاضه وهكذا بيدل على ايه؟ ممكن تستنتج منه مجموعه من الامراض. طيب يبقى اذا انت عايز، لو انت عايز تستنتج او هتقيم استنتاجاتك على وجود البري البيومين، يبقى مش هتنفع تستخدم سيريوز اسيتيت كاستشناري فيز على الالكتروفوريزيس، ولا تستخدم اي نوع ثاني من انواع الايه؟ الجل اللي احنا اشرنا اليه. طيب البري البيومين هو هنا عباره عن ايه؟ هو هنا بيقول لك انا سميته بري البيومين ليه؟ هو مفيش حاجه اسمها، مفيش بروتين اسمه بري البيومين، هو هنا انا سميته كده عشان هو بيحصل له فصل قبل ايه؟ قبل مرحله انفصال الايه؟ الالبيومين، وبتبقى بيك صغيره كده حتى على الايه؟ على الجيل. تمام؟ يعني ما بتبقاش كبيره يعني. تمام؟ مش هتقدر تقارنها بالبيك الكبيره جدا بتاعت الايه؟ الالبيومين دي. طيب
المكون الاساسي للديك او الحاجه اللي بتطلع فيه البري البيومين دهيت هو حمض اميني اسمه التريبتوفان. طيب التريبتوفان دوت مهم. التريبتوفان دوت من الايه؟ من الاحماض الامينيه المهمه جدا. زي ما حضرتك شايف كده اهميته ان هو بيستخدم في تصنيع الايه؟ السيرتونين، ودوت احد النواقل العصبيه اللي موجوده عندنا، ووجوده يعني ايه؟ بيعمل ايه؟ تحسين للمود، للحاله المزاجيه بتاعتنا، وتحسين للشهيه. تمام؟ ده اول حاجه. ممكن بيقول لك تعتبره ان هو نوع من انواع الايه؟ الجلايكوبروتين، اللي هو بيحتوي على نسبه من الايه؟ من الكربوهيدرات. زي ما انت شفت هو فيه نسبه 0.5% من التكوين بتاعه كربوهيدرات. طيب افتكر بقى معايا من المحاضره اللي فاتت الجلايكوبروتين دوت كان وظيفته ايه؟ لو انت فاكر، هو لما وصفناه بالسنسور، وفاكرين انتوا القصه ديت؟ تمام؟ طيب من الوظائف الثانيه للتريبتوفان ان هو بيشتغل كناقل للايه؟ للثيروكسين والتراي ايود الثيروكسين اللي هو هرمونات الايه؟ الغده الدرقيه. تمام؟ اللي هي ليها دور كبير طبعا في عمليه الايض والتمثيل الغذائي وهكذا. وبيقدر يعمل كومبلكس مع الايه؟ مع الريتانول اللي هو بيعتبر من الفيتامينات المهمه جدا للعين والجلد. طيب بيقل امتى؟ لو قل، لو انت رحت وبصيت على شكل البيك اللي هي بتاعت البري البيومين ديت وقلت، فتعرف ان في خلل في ايه؟ في المصنع اللي بيصنع الكبد. يبقى انا ممكن ده بيبقى يديني مؤشر يقول لي والله يا عم الحاج انت او يا دكتور انت عندك ايه؟ مشكله في الايه؟ في الليفر. الليفر ممكن يبقى فيه اي نوع من الامراض. كمان بيقل امتى؟ في حالة بيسموها الايه؟ الميكروسيسس، بتصيب الانسجه اللي هي ايه؟ يعني النسيج مثلا لما مثلا في حاله الحروق مثلا بيبقى ايه؟ بيبقى النسيج مش حي. تمام؟ فبيقل تواجده في الانسجه اللي هي الايه؟ الغير الحي. بيزداد امتى؟ لو في مريض طبعا لو في مريض بيتعاطى نوع من انواع الادويه، ده بيأثر على نوع البروتين بشكل مباشر، يعني ممكن تلاقي البيك زاد او قل. ففي حالتنا هنا ان بعض المرضى اللي بياخدوا ادويه زي الكورتيزون اللي هي الاسترويدز دراج ديت، تمام، دي في الحاله ديت بلاقي ان البيك بتاعت البري البيومين او اللي هي المنطقه ديت، يعني بلاقي ان البيك ديت ايه؟ زاد. فوالله انت بتسال المريض انت بتاخد ادويه؟ يقول لك اه والله باخد كذا وكذا وكذا. بيزيد كمان في الناس اللي بتشرب ايه؟ الخمور وهكذا. تمام؟ ده بتلاقي ان البيك بتاعت البري البيومين ديت زاد. تمام؟ بيقول لك معلومة مهمة جدا ان انت عندك حاجة اسمها ايه؟ اسمها سوء التغذية، المال نيوتريشن او البور نيوتريشن، زي ما كنا بنتكلم مع بعض في المرات اللي فاتت عليه. واتكلمنا ان ده يعني ايه؟ ان البروتين ليه علاقة بيه. طب هو هنا الراجل عايز يشوف الشخص اللي عنده دوت عنده مال نيوتريشن او بور نيوتريشن ولا لا؟ فيبدا يعمل ايه؟ بيبص على المنطقه بتاعت البري البيومين. ليه؟ لو انت فاكر ان احنا كان عندنا حاجه كنا بنسميها الايه؟ اللايف تايم الخاصه بالبروتين. فهنا اللايف تايم الخاصه بالبروتين اللي هو بمنطقه اللي هي في منطقه البري البيومين دي 8 ساعات. تمام؟ فلو الانسان مش بياكل بروتين بكميات كافيه هتقل كميه ايه؟ البروتينات الموجوده في البري البيومين دي، فتأثيرها هيوضح بشكل سريع. تمام؟ لكن هو لو اعتمد على ان هو يبص على البيومين مثلا على سبيل المثال، ده لا، ده اللايف تايم بتاعه بيوصل ب 20 يوم، يبقى انت مش هتبقى باينه قوي قصه الايه؟ قصه المال نيوتريشن ديت في الالبيومين، ولكن تبان فين؟ في البروتينات اللي هي بتتكسر بشكل سريع اللي هي موجوده في منطقه الايه؟ البري البيومين. تمام كده؟ تمام كده؟ نبتدي بقى في الايه؟ في البيك الثانيه، البيك الكبيره اللي هي الايه؟ البيك الخاصه بالالبيومين. الالبيومين بيشكل مقدار كبير قوي زي ما قلت لك، من 50 ل 60% من الايه؟ من التوتال بلازما بروتين. وجايبها لك بالجرامات من 3.4 ل 4.7، من اصل 6 ل 8.5 جرام بير ديسيليتر. تمام؟ يبقى هو حاجه 60%، حاجه كبيره جدا يعني. تمام؟ اول معلومه نسبه 60% تقريبا. طيب تاني حاجه ان هو زي ما قلت لك ان انت لو جيت بصيت على البلازما بروتين، ف
يعني قلت لك الاثنين اللي هما الكبار قوي فيها تقدر تعتبرها يعني هي ديت. لو انت جيت بصيت في السيرم فهتلاقي فيه الايه الالبيومين والايه والجلوبيولين. طيب نسبتهم لبعض 2:1، لكن انت لو دخلت معاهم القصه بتاعت البلازما ديت فبتلاقي حاجات كده زي ايه عوامل التجلط اللي كنا اتكلمنا عليها زي الايه الفيبرينوجين والايه والفيبرين وحاجات زي كده، فبتكمل النسبه معاك لايه ل 100% حاجات زي كده يعني. تمام، يعني نسبه الالبيومين والجلوبيولين 2:1. طيب التي نص بتاعته او الهاف لايف تايم بتاعه 20 يوم. تمام، يعني بيتكسر ويتجدد، بيتكسر يتحول لاحماض امينيه بعد 20 يوم ويبقى ايه ويبقى مصدر للايه للغذاء. طيب طول 20 يوم هو موجود، دوره يعني دوره حياته تقريبا ايه 20 يوم. طيب الاهميه بتاعته البيولوجيه بقى ليه اهميه كبيره قوي، زي ايه؟ زي ان هو بيشتغل ترانسبورت ناقل، زي ما قلت لك ان ده دور مهم جدا للبروتينات، ناقله، ناقله لايه؟ ناقله لكتير من المواد اللي موجوده زي الفاتي اسيد، زي البايلروبين، زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، زي الثيروكسين بتاع هرمون الغده الدرقيه، زي الكورتيزول، زي الالدوستيرون. فاكرين الالدوستيرون ودوره في الحفاظ على نسبه الميه الموجوده في الاوعيه الدمويه؟ الالدوستيرون. تمام، ده كل دول بيعتبر الايه الالبيومين نائل ليهم، بيشتغل ايه ترانسبورتر ليهم. تمام، طيب الحاجة التانية لسه بنتكلم على ايه، ان هو يعني مصدر للطاقة لدورته 20 يوم ومش عارف ايه. طب وبعد ما بيتكسر بيروح فين؟ بيروح في الزبالة؟ لا، ما بيروحش في حتة كده، ده هو بيروح ايه بيبقى مصدر للامينو اسيد، فبيعتبر مصدر للايه للطاقه بعد ما بيتكسر، يديني ايه شويه ايه شويه احماض امينيه كويسين كده يبقوا ايه طاقه للجسم بتاعي. طيب النقطه الاخيره ان هو ممكن يشتغل كايه كمنتين البلازما انكوتد بريجر. لو انتوا فاكرين معانا ان احنا كنا بنتكلم على ايه، ان عندي قوه سحب عشان احافظ على الميه اللي موجوده وما بيحصلش انتفاخ والكلام زي كده، وتاثير الكونسنتريشن بتاع البروتين، وعندي قوه سحب انكوت بريشر وهيدروستاتيك بريشر قوه دفع وهكذا. البروتين كان ليها دور كبير في عمليه السحب بتاع السوائل من التشيو المحيطه اللي كنا اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت وهكذا لو انتم فاكرين. تمام، طيب يبقى دوره ان هو بيعمل مينتين، بيحافظ على الانكوت بريشر الخاص بالايه بالاوعيه الدمويه، يبقى ده دور ايه دور كبير جدا. تمام، طيب يبقى دوت بالنسبه للايه للبيولوجيكال فانكشنز الخاصه بالايه بالالبيومين. طيب لسه مش صغيرين بنتكلم على ان نسبه الالبيومين بتوصل ل 60%، وان هو ليه دور حيوي في ايه في ترانسبورتال وانرجي وظبط الانكت بريشر والكلام الجميل ده. طيب هل الامراض الوراثيه والجينات ممكن تأثر على الرقم الكبير دوت 60% من التوتال بلازما بروتين ولا لأ؟ قال لك أيوه، ممكن تأثر بمرضين اتنين أو عرضين اتنين، واحد فيهم بسميه الإيه ألبيومينيميا. يعني إيه؟ يعني غياب الإيه الألبيومين بشكل تام. لما تحط حرف الإيه قبل الكلمة معناها إن هي إيه بتدي صيغة النفي، يعني مبقتش إيه مبقتش موجود. لما كنت بقول في العضوية سيمتريك يعني حاجات كده ايه فيها تشابه وتناغم، اسيمتريك يعني ايه مش متناغمه ومش مش طايقه بعضها، حرف الايه بس كده. تمام، بيقول لك ان غياب الالبيومين خالص ده بيبقى ناتج عن ايه؟ عن يعني بيسموها ايه طفره جينيه او ان الاب والام بيبقى يعني عندهم جينات متنحيه تسببت في العرض ده. تمام، فهنا بيقول لك ان الاب والام دول عندهم ان لما جه يعني ده ودوت عندهم جين متنحي اسمه الاوتو سوميل ريسيف تريت. تمام، الجين ده هو المتنحي ده هو اللي هو مش منتشر اصلا، هو اللي يعني الجين اللي عند الاب والجين اللي عند الام هم اتقابلوا وكانوا السبب في عدم ايه في عدم تكون الايه الالبيومين. تمام، طيب ده نسبته بيبقى 1 في المليون، كل مليون شخص منهم واحد بس عنده ايه ايه البيومينيميا. تمام، طب المرض الثاني او الحاجه الثانيه اللي ممكن تاثر على نسبه الايه الالبيومين اللي عندي، حاجه بيسموها الايه البس البيومينيميا. طيب ده عباره عن ايه؟ هو هنا بيقول حضرتك ان كلمه بس معناها اثنين زي ما كنا بناخد في العضويه،
وبالتالي دي حالة مرضية تتميز بوجود نوعين اتنين من الألبيومين. يعني الألبيومين ده بيبقى داخل يعني ايه، يعني في ألبيومين وفي ألبيومين تاني بس مختلف عنه في الاستراكشر، حاجة بسيطة كده تمام. تيجي تعمل الالكتروفوريسيس بتاعك تلاقي ان عندك ايه تو باندز او 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 تو بيكس ظاهرين في الايه في المنطقة بتاعت الألبيومين تمام. ودوت يعني ايه دول يعني اهم حاجه بالنسبه لي، ان انا لو جيت جمعت البيك الاولانيه والبيك الثانيه على بعضهم الاقيهم بيدوني نفس الحدود اللي هي الايه اللي كنا اتكلمنا عليها اللي هي 3 و4 ومش عارف لغايه 4 و7 جرام بير ديسيليتر دوت بالنسبه للايه الالبيومين لما تيجي تجمع الايه التو بيكس مع بعضهم تمام. ده برضو بيبقى ناتج عن ايه، عن القصه بتاعت الجينات وهكذا. ولكن الحاله دي بتبقى ايه يعني افضل كتير من الايه من الحاله الايه من الحاله الاولانيه اللي هي حاله غياب الايه الالبيومين. طيب المنحنيات اللي قدام حضرتك ديت بقى هي المنحنيات بتاعت الالكتروفوريزيس تمام. هي اللوب بتاع المحاضره المنحنى، المفروض ان انا بطلع من المحاضره ديت فاهم ان المنحنى ليه شكل ستاندرد تمام. اي حيود عن الشكل الستاندرد دوت معناه ان انا بقابل حاله مرضيه تمام كده مظبوط. طيب قلت لك ان احنا عندنا البيومين والجلوبيولين المنطقتين الاساسيين، البيومين 60% تقريبا والجلوبيولين حوالي 30% من التركيب الايه البلازما بروتين اللي موجوده عندي. طيب لو بدانا بالمرحله الاولانيه او بالكيرف الاولاني اللي احنا منطقه الزوم بتاعت الالبيومين، فبقول لك ان الالبيومين ده ممكن يعني بفترض معاك ان هو ليه رينج معين. اي منطقه من دول هفترض ان احنا درسنا زي ما كنا بنحدد الرينج، درسنا الناس الاصحاء ومش عارف ايه وحاجات زي كده، وطلعنا الرينج المناسب لايه لكل زون من المناطق دي. طيب باجي ابص مثلا على منطقه الالبيومين، هل هي في الرينج بتاعها الطبيعي ولا لا؟ في رينج طبيعي يبقى الشخص ده سليم وزي الفل. طيب مش في رينج الطبيعي، ابدا اشوف بقى هل المنطقه ديت منخفضه ولا مش منخفضه، طبيعه البروتينات اللي موجوده فيها عامله ازاي. على سبيل المثال منطقه الالبيومين في الرينج تمام، مش في الرينج، في انخفاض مثلا، انخفاض يبقى ممكن يبقى ناتج عن ايه، ناتج عن ان الالبيومين دوت بروتين المولكولار سايز بتاعه صغير تمام. يعني يحصل ايه، يعني ممكن يحصل ان هو يخرج مع الكليه لما تكون الكليه مش شغاله بشكل السليم بتاعها، ودوت معناه ايه ان في ايه الرينال ديزيزز او امراض في الكلى اللي هو المعروف عندنا اللي هو الايه النيفروتيك ايه سيندروم تمام، زي ما اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. او ممكن احتمال تاني ان المصنع اللي بيصنع الالبيومين ما بيصنعش بشكل كويس، ان الليفر يعني معناه ان انا عندي ايه هنا ليفر ديزيزز تمام. ده عرفته منين؟ بس من خلال شكل الكيرف الخاص بالايه بالالبيومين تمام. او ممكن ان انا مش قادر يعني في مشاكل في الجهاز الهضمي برضو تاثر لي على الايه على قصه استخلاص البروتينات زي ما اتكلمنا على المره اللي فاتت، ده بشكل عام. فتدي ايه انديكيشن او تدي ارتباط بشكل الايه الالبيومين كيرف اللي موجود قدامي ده. طيب المنطقه الثانيه اللي وراها اسمها منطقه الايه منطقه الالفا، اول مناطق الايه الجلوبيولين، وكل منطقه من الخمسه اللي جايين ده هم مميزه بمجموعه من الايه من البروتينات تمام. منطقه الايه الالفا 1 جلوبيولين، اول مناطق الجلوبيولين دي بتتميز بمجموعه بروتينات، اول بروتين فيهم اسمه الايه الاروزوموكايت. الاروزوموكايت دوت ده بروتين في منطقه الالفا، يليه او مش يليه موجود معاه الالفا 1 انتي تريبسين من اشهر البروتينات الموجوده في منطقه الالفا ديت، وموجود معاه الفا 1 لايبوبروتين اللي انا بسميه الاتش دي ال او اللي هو الهاي دينستي لايبوبروتين. خلي بالك لما اقول لك كلمه هاي دينستي لايبوبروتين يعني ان هو مولكيولار سايز بتاعه ايه كبير، فانت تتوقع ايه ان هو ملو يعني قصته قصه الكليه مش هيحصل له تسريب، فمالوش علاقه بايه مالهمش ارتباط، ما يعتبرش انديكيشن لايه يعني مش مرتبط بالكليه تمام. طيب تعالوا بقى نبص على الايه المنحنى، المنحنى ليه شكل ستاندرد معين، لقيته اختلف، لقيته مثلا ايه المنحنى بتاعي دوت قل، ابدا افكر يا ترى مين فيهم اللي قل، الاروزوموكويد ولا الالفا 1 انتي تريبسين ولا الالفا لايبوبروتين.
طيب انا والله شايف ان في شويه اعراض كمان، مثلا عملت تحليل بول ومش عارف ايه، ولقيت معاها ان احنا في شويه بروتينات طالعه في البول، يبقى ابدا افكر مين فيهم من دول يقدر يطلع مع البول نتيجه خلل في الكليه. على طول انت كده مغمض، اللي هو ليه النوكلير سايز صغير فيهم، اللي هو الالفا 1 انتي تريبسين. يعني اذا الالفا ممكن الاقي ان الكيرف بتاع الالفا 1 منطقه الالفا 1 منخفض نتيجه الاصابه بامراض في الكلى، نتيجه ان الالفا 1 انتي تريبسين خرج مع الايه، خرج مع الايه، مع البول. بس هو مش هيختفي الكيرف ده، مش هيختفي تماما. ليه؟ لان انا عندي يعني عندي حاجات كده المولكيولر سايز بتاعها كبيره على راس الالفا 1 ايه لايبوبروتين اللي هو الاتش دي ال. تمام. طيب الالفا 1 انتي تريبسين ده هو بيشكل النسبه الكبيره من نسبه البروتينات الموجوده في منطقه الالفا 1، هو الالفا 1 انتي تريبسين، فعشان كده بركز عليه. الالفا 1 انتي تريبسين عندي حاجه اسمها ايه، الالتهابات الحاده والالتهابات المزمنه. تمام. الالتهابات الحاده لما بيحصل عند حد التهابات حاده، اقول له والله انت عندك ايه، عندك التهابات حاده مثلا في المنطقه الفلانيه، فبتلاقي ان الكونسنتريشن بتاع الالفا 1 انتي تريبسين في منطقه الالفا 1 ده بيزيد نتيجه ايه، نتيجه ان هو واحد من مجموعه بسميها الاكيوت فيز رياكتنت، اللي هي البروتينات الخاصه بالايه، بالالتهابات الايه الحاده. تمام. طيب يبقى اذا ده ممكن، لو انا جيت لقيت ان البيك ديت كبير، فبقول والله احتمال مثلا يبقى كذا. طيب عايز اتاكد، او جاي واخد المجموعه ديت اللي انفصلت بالالكتروفوريزس ده ايه، وادخلها على جهاز زي الكابيلاري ايه الكتروفوريزس، وابدا اشوف البروتين. طبعا انا بفصل البروتينات بقى، مش بيطلعوا ثلاثه، مش بيطلعوا جروب، ده هيطلعوا واحد 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 كده. تمام. ابدا بقى اشوف الاولاني ده يكون اسمه ايه، اعمل له ايدنتيفيكيشن من خلال طبعا التركيب، بعتمد على التركيب بتاعه، وابدا اعمل له ايه، تحديد للكونسنتريشن بتاعه. ده هو فعلا الفا 1 انتي تريبسين زياده، يبقى في احتمالات كبير جدا جدا من الراجل ده يبقى عنده ايه، عنده التهابات حاده في الايه، في جسمه. تمام. طيب بعد كده عندي ايه، عندي المناطق الاساسيه اللي هي الالفا 1 والبيتا والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2 والحاجات زي كده، دول ما بين كل منطقه ومنطقه منطقه ثانيه بيسموها مناطق التداخل او الانتر زون. تمام. مناطق الانتر زون موجوده، يعني عندي العديد من الانتر زون، هي منطقه مش مهمله والكيرف بتاعها شكله صغير، بس عشان انت شغال بالسيريوز اسيتيت، لو شغال بالجل القصه الكيرف بتاعها بشكله كويس. تمام. الكيرف دوت ممكن تبدا تبني عليه برضو، لان هو فيه مجموعه خاصه بيه من البروتينات المهمه، اللي انت برضو لما بتركز معاها بتقدر تثبت او تنفي بعض الامراض. طيب ناخد مثال المنطقه اللي ما بين الالبيومين والالفا 1، بيسموها الالبيومين الفا 1 انترزون، منطقه التداخل ما بين الايه الالبيومين والايه والالفا 1، فيها اي بروتينات؟ المين بروتينز اللي موجوده فيها الالفا 1 لايبوبروتين الاتش دي ال، واخداها من منطقه الالفا 1، والالبيومين واخداها من منطقه الالبيومين نفسها، وفي بقى الحاجه الجميله جدا اللي هي اسمها الايه، الالفا فايتوبروتين. طيب الكيرف ده زيه زي اي كيرف، ممكن يزيد ويقل. طب يزيد امتى؟ يزيد مثلا انا جالي واحد مثلا بيشتكي من بعض الاعراض، حسيت مثلا ان هي ايه، ان عنده في مشكله في الكبد. تمام. طيب فببدا ايه، ببدا اعمل الالكتروفوريزس، بلاقي شكل المنطقه بتاعه الايه الالبيومين الفا 1 ديت مثلا كبيره، حاله من الحالات. تمام. طيب فدماغي انا يعني بحط تشخيص ان الراجل ده في مشاكل في الكبد، يعني في بيشتكي من اعراض، انا قلت والله ديت ممكن تبقى الكبد. فلما بعمل الالكتروفوريزس للبروتين ويجي لي ان الالفا فايتوبروتين دوت، يعني بيجي لي ان الكيرف ده او المنطقه ديت كبيره، فبيجي في دماغي الالفا فايتوبروتين. الالفا فايتوبروتين ممكن بيتسبب ان المنطقه ديت تزيد نتيجه حدوث ايه، سرطان في الكبد. تمام. فلو حصل سرطان في الكبد بلاقي منطقه الايه، منطقه الالبيومين الفا 1 انترزون، الفا 1 انترزون زادت نتيجه زياده الايه، الكونسنتريشن بتاعت الالفا فايتوبروتين اللي بيعتبر مؤشر على تلف الكبد، اللي هي الحاله اللي بقول عليها الهيباتو سيلولار كالسينوم.
تمام. طيب يبقى ده بالنسبه للالفا فايتو بروتين. طيب ايه تاني، ايه تاني ممكن يؤدي الى ارتفاع المنطقه بتاعه الالبيومين الفا 1 انترزون؟ لو جاي لك رضيع الاطفال اللي لسه مولود، لو جاي لك حد في مرحله البلوغ او في مرحله او في ان هو بيتعاطى كحول، بيشرب كحولات، تمام. فدول كلهم بيبقى عندهم زياده في الالبيومين في منطقه الايه، في منطقه الايه الانتر زون اللي هي الالبيومين ايه الفا 1، تمام. طبعا ناقص حاجه واحده بس اقول لك ان اكبر نسبه زي ما قلنا في اللي قبل ان الالفا 1 انتي تريبسين هو الاكبر بروتين موجود في منطقه الالفا 1، هنا بقول لك ان اكبر حاجه موجوده في المنطقه اللي هي التداخل دهيت اللي هو الايه الالفا 1 لايبو بروتين، تمام. طيب بعد كده نخش على المنطقه اللي هي وراها اللي هي منطقه الايه الالفا 2 بالبيك بتاعتها، نفس القصه ليها البروتينات الخاصه ليه اللي هي الايه الالفا 2 ماكرو جلوبيولين والهيباتو جلوبيولين، تمام. نفس القصه ممكن البيك تزيد او ممكن البيك تقل. طيب ممكن تزيد في حالات زي ايه؟ يعني احنا انا عندي الهيباتو جلوبيولين دوت بيتصنف على ان هو من الحاجات اللي هي بيسموها البوزيتيف اكيوت فيز رياكتنت بروتين. يعني ايه؟ يعني في حالات الالتهابات بتلاقي ان البروتين دوت الايه المؤشرات بتاعته زادت والنسبه بتاعته زادت، تمام. فانا لو انا بعمل تحليل ولقيت ان ده زاد وبعد كده بعد ما عملت الفصل واتاكدت ان اللي عندي دوت ان اللي عندي اللي زاد دوت الهيباتو جلوبيولين، فبعتقد او بقول للراجل ده انت عندك ايه التهابات حاده في منطقه ما في جسمك، تمام، نتج عنها زياده في انتاج الهيباتو ايه جلوبيولين، تمام. طيب كمان ممكن بلاقي ان المنحنى دوت انخفض نتيجه برضه للهيباتو جلوبيولين. ليه بقى؟ احيانا الناس اللي عندها هيموليتيك انيميا او اللي هو الفقر في الدم يعني الناتج عن تكسير كرات الدم الحمراء، لما كرات الدم الحمراء بتتكسر فبيبقى عندي حاجه اسمها الفري هيموجلوبين. الفري هيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين الحر بيقابل الهيباتو جلوبيولين وبيعمل معاه مكون جديد او كومبلكس جديد. الكومبلكس دوت الجسم بيتخلص منه عن طريق الايه الفاجوسايتس او اللي هي خلايا البلعوم، تمام، بيتخلص منه لو شايفه حاجه مش ايه مش مفيده بالجسم بيتخلص منه. طيب تيجي انت تبص على شكل المنحنى تلاقي المنحنى ايه صغر. طيب ده ناتج عن ايه؟ اه والله بعمل تحليل بقى بتاع الار بي سيز وعددها ومش عارف ايه كرات الدم الحمراء وعددها وكلام زي كده، فممكن بلاقيها منخفضه وكلام زي كده والكيرف بتاع الالكتروفيزس صغير وكلام زي كده في المنطقه بتاعت الالفا 2، يبقى بيروح احتمال كبير قوي ان الهيباتو ايه جلوبيولين هو راح هنا كده خلاص يعني صغر نتيجه ايه؟ نتيجه اتحاده مع الفري هيموجلوبين هيموجلوبين اللي هو ناتج عن تكسير كره الدم الحمراء. طيب ادي احتمال، احتمال تاني للهيباتو جلوبيولين. طيب طيب ما تيجي نبص بقى على الالفا 2 ماكرو جلوبيولين. الالفا 2 ماكرو جلوبيولين ده ممكن بيتسبب برضه في زياده او انخفاض في الكيرف بتاعه. طيب على سبيل المثال ممكن الكيرف ده بيزيد نتيجه ايه؟ زياده الالفا 2 ماكرو جلوبيولين. طيب دوت في حاله ايه؟ في حاله منتشره جدا في حاله الاطفال اللي هم لسه مولودين، بلاقي ان التركيز بتاعه بتاع الايه بتاع الالفا 2 ماكرو جلوبيولين زاد. ولكن هنا المميز بقى القصه دهيت ان انا بلاقي في حاله الاطفال بالذات بلاقي ان الالفا 2 ماكرو جلوبيولين عباره عن يعني زي ما تقول كده ان 2 او زياده في اول الكيرف الخاصه بمنطقه الالفا 2 ماكرو جلوبيولين، يعني في اولها كده بلاقي ان منطقه البدايه بتاعتها كان ايه حطيت بيك كده ضفت لها بيك في البدايه كده. فلو لقيت ان في بيك زياده او منطقه كده اتضافت في اول الالفا 2 دي بتعرف ان هو عباره عن الالفا 2 ماكرو جلوبيلين، وده غالبا بيبقى يعني لو انت بتفحص حاله خاصه بالاطفال اللي هم حديث الولاده فبتلاقي المنطقه ديت زياده في المنطقه بتاعت بدايه الايه الالفا 2 ماكرو جلوبيلين. كمان حاجه في منطقه الالفا 2 ديت خاصه بالالفا 2 ماكرو جلوبيلين
ان هو ساعات يعني لو المريض اللي عندي لو ده برضه مريض خاص عنده مشكله في الكلى او عنده فقد في نسبه الميه اللي موجوده، يعني بيفقد ميه بمقدار كبير، ده هنشوف في الحالتين، يعني مثلا مريض سكر، فبلاقي في امراض الكلى ان في زياده يعني كبيره نسبيا في شكل الايه الكيرف الخاص بالايه او البيك الخاصه بالالفا 2. تمام. طيب لو في فقد في الايه في الـ يعني ليه القصه ديت؟ اصل انا عندي فقد في بقيه البروتينات، فطبيعه الحال ان تركيز البروتينات اللي باقيه هيحصل لها زياده، فيحصل ايه؟ يحصل انكريز في الكيرفات ديت، في الكيرف ده يعني ايه على حساب بقيه الكيرفات، خاصه حساب الكيرف بتاع الايه؟ بتاع القلب يومين. تمام؟ طيب حاجه كمان ان انا مثلا مريض برضو الايه؟ مريض السكر او السكري دوت، برضو بلاقي فيه زياده صغيره طفيفه في الكيرف الخاصه بالايه؟ بالالفا 2. تمام؟ طيب نخش بقى المنطقه اللي وراها اللي هي الانتر زون ما بين الالفا 1 والالفا 2. الالفا 1 والالفا 2 انتر زون ديت اهم ما يميزها من بروتينات، وجود اثنين بروتين، حاجه اسمها الالفا 1 انتي كيموتريكسين والدي 3 بايندنج بروتين. الالفا 1 انتي كيموتريكسين والدي 3 بايندنج بروتين برضه ليهم تاثير على المنطقه دي، زيادتهم بتؤدي لافتراضات وانخفاضهم بيؤدي لافتراضات بتسمع في ايه؟ بشوف انا في شكل الايه؟ في شكل البيك بتاعه. على سبيل المثال انا عندي برضه الالفا 1 انتي كيموتريبسين ده اهو من البوزيتيف اكيوت فيز رياكتنت بروتين، اللي هي البروتينات اللي بتظهر في حالات الالتهاب الايه؟ الحاد. طيب نفس القصه، شخص عنده التهاب بيبدا، المفروض ان انا بلاقي المنطقه ديت ايه فيها زياده، لو اتاكدت فعلا اللي هو الانتي كيموتريبسين الالفا 1 انتي كيموتريبسين، يبقى فعلا التوصيل بتاع ان صح ان الشخص ده عنده ايه؟ عنده التهاب ايه؟ حاد اللي هو الاكيد ايه؟ الاكيد فيز رياكتنت. ليه؟ لان عندي الاكيد فيز رياكتنت بروتين ده اللي هو الانتي كيموتريبسين دوت ايه زياده، فبقول له على طول انت ايه حاله ايه؟ الانفلاميشن في البيشنت اللي عندي ده. تمام؟ طيب نبدا بعد كده في المرحله بتاعت المنحنى بتاع الايه؟ البي 1. منطقة البيتا 1 اللي هي موجودة على اليمين خالص ديت، أهم ما يميزها وجود اثنين من البروتينات، بروتين اسمه الترانسفيرين وبروتين اسمه البيتا لايبو بروتين. تمام؟ برضه ممكن يحصل انخفاض فيها أو ارتفاع، ممكن يحصل انخفاض فيها أو ارتفاع ناتج عن إيه؟ الترانسفيرين دوت مرتبط بموضوع فقر في الدم اسمه الترانسفيرين، يعني النائل للايه؟ للحديد. تمام؟ فهو مرتبط بايه؟ بالحديد، فممكن يحصل يعني الكونسنتريشن بتاعه بيتاثر لو الشخص اللي عنده حاله ايه؟ فقر في الدم. تمام؟ ديت حاجه. الحاجه الثانيه البيتا لايبو بروتين، ده من البروتين اللي هو موجود في الايه؟ في منطقه البيتا 1. تمام؟ منطقة البيتا 1 ديت بالذات ممكن تلاقي الكيرف بتاعها او البيك بتاعتها زادت في حالات الحمل، نتيجة ايه؟ نتيجة ان البروتينات ديت زادت نتيجة وجود يعني نسبة كبيرة من الايه؟ من الاستروجين اللي هو الايه؟ الهرمون الخاص بالايه؟ بالنساء. تمام؟ طيب نيجي للمنطقة اللي وراها او منطقة الانترفيرنس ما بين الالفا 2 والبيتا 1، منطقة الايه؟ الالفا 2 بيتا 1 انتر زون، واهم ما يميزها وجود بروتين اسمه الايه؟ البيتا لايبو بروتين. طيب البيتا لايبو بروتين دوت بيعتبر مؤشر للهايبر كوليسترولونيميا، يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندها كوليسترول عالي، فانت بتيجي تلاقي المنطقه اللي هي خاصه بالالفا 2 والبيتا 1 انتر زون ديت زياده، نتيجه ايه؟ نتيجه ان الايه؟ ان ال ال دي ال او اللي هو البيتا 2 البيتا لايبو بروتين دوت ايه زياده في الايه في الـ في في الجسم، فسمع معايا في الكيرف على المنطقه دي، ده بيمشي على ايه؟ الزياده في الايه؟ في الكوليسترول الموجود في شخص سمين شويه. تمام؟ طيب ناخد بقى المنطقه اللي وراها اللي هي البيتا زون، البيتا 2 زون. تمام؟ واهم ما يميزها وجود اثنين بروتين اللي هو بروتين اسمه
السي 3 كومبايند بروتين. ولو انت ما انت شغال، لو شغال بالبلازما، باخدت البلازما مش السيرم، فهتلاقي موجود معاك اللي هو الايه الفيبرينوجين كمان موجود في منطقه الايه البيتا 2. نفس القصه بيزيد وبيقل. طيب بيزيد امتى؟ قبل ما اقول لك بيزيد امتى، اقول لك ان السي 3 كومبايند بروتين دوت عباره عن نوع من انواع الاكيوت فيز انفلاميشن، تمام، او الاكيوت فيز رياكتنت بروتين، تمام، اللي بيدل على حدوث الالتهاب. فاذا في وجود التهابات متوقع ان انت تلاقي زياده في المنطقه الخاصه بالايه بالبيتا زون نتيجه زياده السي 3 كومبايند ايه كومبايند بروتين. ممكن بلاقي ان الكيرف الخاص بمنطقه البيتا 2 زون بتنخفض نتيجه ايه؟ نتيجه نقص السي 3 بسبب الاصابه ببعض الامراض المناعيه. ليه بقى؟ لان البروتين اللي هو السي 3 دوت بيعمل كومباينيشن مع مع ال 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 مع حاجه اسمها المعقد المناعي اللي هو الامينو، بيديني حاجه اسمها امينو كومبلكس، يعني بيرتبط بال البروتينات الخاصه بالمناعه، فلما يرتبط بيها بيديني ويديني الامينو كومبلكس دوت، فتلاقي ان الجسم اتخلص منه لان التركيب غريب بالنسبه له يتخلص منه. فتيجي تبص على المنطقه الخاصه بالبيتا زون دي تلاقيها انخفضت، فممكن برضو يبقى احتمال ان الشخص اللي جاي لك ده او اللي عنده المنطقه دي منخفضه ان عنده ايه امراض، ايه امراض مناعيه خاصه بالايه بالجهاز المناعي بتاعه، تمام. فده نتيجه يحصل معاه انخفاض في الايه في 3 في السي 3 كومبايند ايه كومبايند بروتين. الفيبرينوجين دوت زي ما قلت لك هو بيظهر في البلازما بس لو انت مشتغل، لو انت اشتغلت العينه بتاعتك في الاول بالبلازما بروتين كلها، مش شغال بالايه بالسيرم زي ما كنا اتفقنا ان الايه الالكتروفيز بيفضل ان هو يشتغل بالايه بالسيرم. يبقى هنا بنتكلم على المنطقه، المنطقه اللي بعد كده اللي هي الايه البيتا 1 بيتا 2 انتر زون، وديت منطقه نارو زون، ولغايه دلوقتي ما لقوش يعني ايه بروتينات مميزه او تقدر تفيدني في ايه في تشخيص طبي للمنطقه اللي هي بتاعت البيتا 1 بيتا زون. طيب بعد كده يتنقلوا على منطقه تانية اللي هي منطقه الجاما، وفيها الامينوجلوبينز اللي هي الاي جي جي والاي جي ام والاي جي اي والاي جي اي والاي جي دي، ودول اللي هي الايه الانتي بوديز اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، اللي هي الايه الاجسام المضاده اللي هي تعتبر نوع من انواع الايه البروتينات اللي موجوده عندي في الجسم، تمام. طيب هنا بقى الكيرف ليه اكتر من شكل، شكل حاد جدا زي ما انت شايف هنا كده. طيب ده بيدل على ايه؟ على زياده، يعني انا عندي ايه هايبر جاما جلوبيولين، تمام. طيب الهايبر جاما جلوبيولين دوت بيبقى الشكل الحاد بتاعه قوي ده كده، ده بيبقى مؤشر لحاجه مش كويسه، المؤشر لوجود بعض الايه بعض الامراض السرطانيه، تمام. وده بيكون ناتج عن زياده نوع محدد من الايه من الانتي بوديز اللي موجوده عندي دي. فانت بتاخد بقى الجزء دوت اللي موجود اللي انفصل دوت من الامينو جلوبولينز في منطقه الجامعة دي، وتبدا تعمل له ايه كابيلاري الكتروفوريزس، وتتعرف على هو مين بالظبط، عشان ده ممكن يبقى يعني كل واحد من دول بينشط في حاله ايه مرض سرطاني محدد. فانا عندي ايه يعني مثلا المايلوما غير البلازما سيرويكيما غير الايه الليمفوساركوما غير الحاجات ديت، كل واحد بيبقى ليه الانتي بوديز الخاص بالايه اللي هو بيخليه يشتغل بشكل ايه بشكل اكبر من الايه من التاني، تمام. فالشكل الحاد ده معناه في واحد منهم زياده، فانت تبدا تفصل وتشوف هو مين بالظبط، وتبدا تحدد زي ما كنا ادينا مثلا مثال على الايه على البي جي بي لما قلنا ان دوت ممكن اتعرف من خلال الاختبار دوت على ان هل المريض اللي عندي ده عنده ميلوما ولا لا، اللي هو الايه الورم النخاعي المتعدد زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، تمام. طيب عندي زياده برضو، بس ايه بس شكل الديك بيبقى منتشر، يعني تبقى مفلطحه شويه كده، تمام، منتشره. طيب ده بيقول لي ان لا ده شخص ما عندوش اي امراض سرطانيه، بس وده احتمال كبير لان انت زودت الاجسام المضاده، ده بيبقى عندي امراض اللي هي الكورونيك ديزيزز او التهابات مزمنه، او امراض مثلا زي على سبيل المثال مثلا امراض خاصه بالكبد، او امراض خاصه بالايه
الروماتويد، تمام؟ يعني ده على سبيل المثال. فده معناه ان مفيش مرض سرطاني، ولكن معناه ان انا عندي ايه، انا بواجه مرض ايه، بواجه مرض ايه مزمن، زي الايه الامراض الايه الكبديه، او زي الايه زي الروماتيزم، او زي امراض الايه الانسجه الرابطه، حاجه زي كده، تمام. طيب يتبقى عندي هل لا قبل ما يتبقى عندي، عندي كمان احتمال ان يحصل انخفاض في الجاما، في الجاما بيكس. طيب ده هيكون ناتج عن ايه؟ ده هيكون ناتج عن مثلا ان انا عندي بعمل الفحص ده لاطفال حديثي الولاده، فلسه بتبقى الاجسام المضاده يعني ما اشتغلتش بشكل كامل، لانها ما بتتنقلهمش من الام الا في الشهور الاخيره في الحمل يعني، تمام. ده فده يخلي الجاما بيك بتبقى ايه منخفضه. عندي حاجه تانية، مرض تاني مشهور ويعتبر مرض وراثي، اسمه الاكس اي جاما جلوبيولينيميا، تمام. المرض دوت من الامراض الايه الوراثيه، فدوت لو المريض عنده مرض وراثي زي دوت بلاقي ان البيك بتاعت الجاما منخفضه. كمان من الامراض الوراثيه اللي ممكن تخلي لي شكل البيك بتاع الجاما منخفض، ان انا انخفاض نسبه الاي جي اي، لان انا عندي الاي جي اي لما جم لقوا ان من كل 500 فرد الاجسام المضاده اللي هي من النوع الاي جي اي منخفضه بنسبه ايه، بنسبه من كل 500 واحد في واحد الاي جي اي بتاعته ايه منخفض، تمام. يبقى ده الاسباب اللي هي خاصه بالايه بالجاما، سواء ارتفاع او ايه او انخفاض. طيب عندي بعد كده المنطقه الاخيره اللي هي البيتا 2 جاما انترزون. البيتا 2 جاما انترزون ديت اشهر البروتينات الموجوده فيها اللي هو سي رياكتيف بروتين والاي والاي جي اي. السي رياكتيف بروتين والاي جي اي دول برضه ممكن يؤدوا لارتفاع وانخفاض الايه البيك الخاصه بالبيتا 2 جاما انترزون. طيب احيانا باجي ببص بلاقي المنطقه اللي هي ما بين البيتا 2 والجاما التحمت في بعضها، فتعرف كده ان ده على طول ناتج عن زياده ايه البروتين اللي هو اسمه سي رياكتيف اي بروتين. ده بيؤدي لزياده الايه البيتا 2 جاما الفصل اللي ما بين الاثنين. طيب انا بقول لك ان هو موجود فيها كمان الاي جي اي اللي هو الانتي بادي، تمام. طيب لو ارتفعت المنطقه ديت اللي هي البيتا 2 جاما ديت، ده بيبقى ممكن نتيجه زياده الاي جي اي، تمام. وده لما قلنا ان هو ممكن يزيد في الحاله ديت هيبقى بيدل على اللي هي الكرونيك ديزيزز، زي ما قلنا الكبد او تلف الكبد او التهابات في الرئه او التهابات في المفاصل او الامراض الايه الروماتيزميه، فده بيكون راجع للايه الاي جي اي. لما انت تيجي بقى تدرس الاشكال دي كلها مع بعضها وتبدا تربط الكلام ده كله، هتلاقي ان كل مرض عندك ليه مجموعه من الخصائص الخاصه بالايه بالكيرفات الخاصه بالايه بالبروتين الكتروفوريزيس دي، تمام. زي ما ناخد مع بعض ايه دلوقتي. طيب الهدف زي ما بقول لك ان احنا بنشوف الكيرف الطبيعي بالنسبه للبروتينات الالكتروفوريزيس بتاعها عامل ازاي، والكيرف اللي عند لما بلاقي فيه حيود عن الكيرف الطبيعي دوت ببدا اشوف الحيود فين وابدا اشتغل. وكل مرض من الامراض المعروفه حاليا ليها كيرف بيتكلم على الايه بيوصف المرض ده. فعلى سبيل المثال عندي من الديزيز اللي هضربها كمثال اللي هو الايه المونوكلونال ديزيزز، ولما باجي ببص على المرض دوت بلاقي ان انا عندي ارتفاع حاد في منحنى الجاما بيكس، تمام، وانخفاض في منحنى الايه الالبيومين. طيب ده بيعني ايه؟ يعني ارتفاع في احد المضادات المناعيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، العيله بتاعت الاي جي اي والاي جي اي ومش عارف ايه والحاجات دي، تمام. لما بلاقي في البيكس الارتفاع الحاد اللي انت شايفه قدامك دوت في الجاما، معناه ان في ارتفاع في حد من الايه من المضادات المناعيه اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان انا احتمال ان انا يبقى عندي اعراض اصابه بالايه بالايه باحد الامراض الايه السرطانيه، تمام كده.
بتاخد بقى زي ما قلنا تفصل وتحدد النوع، وعلى اساس النوع المضاد المناعي اللي طلع تبدا تتكلم في الايه، في ان انت او المريض دوت عنده ايه، عنده نوع كذا من الايه، من السرطانات. ده على سبيل المثال بالنسبه للمونوكلونال ديزيز، تمام، دوت النوع الاولاني. النوع الثاني اللي عندي اللي هو الهيباتيك سيروزس. الهيباتيك سيروزس او اللي هو تلف الكبد يعني، هنا بلاحظ ايه؟ بلاحظ اول حاجه ان المصنع مش شغال، ان الالبيومين المنحنى بتاعه منخفض، فكده معناه ايه؟ ان عندي الكبد مش شغال بشكل كويس. كمان ايه؟ ادي مؤشر، المؤشر التاني بعد الالبيومين زياده في الالفا نتيجه زياده في الايه، في الامينوجلوبولين، تمام؟ حيث يعني هنا بلاقي ان الالفا، الكيرف بتاع الالفا زاد، مش المعدل بتاع الطبيعي، ولكن هنا الزياده مش الحاده اللي احنا شفناها، الزياده هنا اللي هي الايه، المنتشره. فزي ما قلت لك ارجع كده تلاقي ان ايه، لا الزياده ديت معناها ايه؟ معناها الاصابه بالايه، بالكرونيك ديزيز، ومنها الايه، الامراض بتاعه الكبد. لما اجتمع معاها نقص الالبيومين عرفت بقى ان دوت ممكن يبقى الايه، الهيباتيك ايه، سيروزس، او اللي هو الايه، التليف الخاص بالايه، بالايه، بالكبد اللي عندي. طيب في حته مهمه للكبد برضو، يعني ايه اللي ربط الالبيومين وان الكبد ما بيصنعش الالبيومين بانتاج الاجسام المضاده والحاجات زي كده؟ من دور الكبد الجميل ونعم ربنا ان الكبد بيقوم بعمليه امتصاص الانتيجين اللي هي عباره عن ايه، عن الاجسام الغريبه، عشان بعد كده يبدا يقوم بعمليه ايه، اخراجها بره الجسم. طيب في حاله ان الكبد ما بيشتغلش بالشكل الصحيح بتاعه بيحصل ايه؟ بيحصل ان الانتيجين ديت بتخش جوه الجسم، فلما تخش جوه الجسم ايه اللي يحصل؟ يبدا الايه، يبدا الجهاز المناعي بتاعي يعني ينتج الايه، القصه بتاعه الايه، الانتي بوديز، عشان يتغلب على الايه، على الانتيجين اللي دخلت جوه الجسم، زي ما كنا اتكلمنا مع بعض في المحاضرات الايه السابقه لما كنا بندرس الار اي اي. فبالتالي بيحصل زياده في الايه، في المنحنى الخاص بالايه، بالجاما، ويحصل كمان زياده لو حضرتك فاكر ان انا كان عندي البيتا 2 جاما، كان في هنا كده يعني ايه، كان في منطقه كده موجوده واختفت، فاكرين القصه؟ فدوت برضو بيدل على ايه، على ان المنطقه بتاعت ان في هنا الاي جي اي، يعني في هنا الاي جي اي كتير، فالاي جي اي كتير معناها ان حصل تحفيز للايه، للامينو جلوبولين، عشان ايه، عشان يعني تنتج بشكل اكبر نتيجه ايه، شعور الجسم بوجود انتيجين وعدم قيام الكبد بدوره في ايه، اخراج الانتيجين اللي موجوده اللي دخلت جوه الجسم. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام كده يا دكاتره؟ طيب المرض الثالث اللي بدرسه او المثال الثالث اللي هو النيفروتيك ايه، سيندروم. تمام، ايه اللي حصل؟ اللي حصل دلوقتي ان انا عندي، ببص على حاجتين كده مهمين قوي، شايف الكيرف بتاع الالبيومين والكيرف بتاع الجاما. الجاما هنا بيقول ديكريس في الجاما ايه، جلوبولين، يعني ما ايه، الجاما جلوبولين الحجم بتاعها صغير كمولكولار سايز، يعني صغير، تمام، والالبيومين صغير، فلما الاثنين اللي هم صغيرين في المولكولار سايز دول قلوا، فده بيبدا يديك مؤشر على ان ايه، على ان انت حصل عندك اتسربوا مع البروتين، مع البول اللي طالع، تمام. فمعنى كده ان انا عندي مشكله في الكليه، يعني النفرونات بتاعت الكليه مش قادره تقوم بوظيفتها، فبيبقى عندي مرض اسمه الايه، النفروتيك ايه، سيندروم. ده مثال ثالث للامراض، وازاي يعني بقرا التقرير بتاع الايه، السيرم بروتين ايه، الكتروفوريزس، زي ما خدنا. طيب المرض الرابع اللي احنا هنحاول نقراه اللي هو الهايبو جاما جلوبيولينيميا، دوت المرض الرابع اللي هندرسه. هايبو انخفاض في الايه، في الاجسام المضاده اللي موجوده عندي. طيب ببدا عيني تروح على فين؟ على الاول كده الالبيومين، الالبيومين حالته ايه؟ لا ده تمام وزي الفل، خلاص يبقى الكلى بتاعتي شغاله تمام وزي الفل وجميله جدا. طيب طب ده ممكن يبقى راجع لايه بقى؟ ده ممكن يبقى راجع نتيجة أول حاجة، نتيجة تعاطي بعض الأدوية اللي هي خاصة بالأمراض النفسية بالذات، يعني دي بتأثر على معدل تكوين الأجسام المضادة جوه جسم الإنسان، تمام؟
يعني كتير من الادويه بتبوظ حاجات جوه الجسم، منها اللي هي الادويه الخاصه بالامراض النفسيه بالذات، يعني الاكتئاب مش عارف ايه، دي بتاثر على البروتينات الخاصه بمنطقه الجاما بيك، تمام، بتخليها تقل، تمام. ديت حاجه. الحاجه التانية، ممكن يكون الشخص ده عنده امراض وراثيه، زي ما كنا اتكلمنا على بعض الامراض الوراثيه، زي ما كنت كلمتك على الاي جي اي، وقلت لك ان واحد من كل 500 عنده انخفاض، فده ممكن تبدا تعمل له تحليل، ايه، تحليل الامراض الوراثيه، تشوف والله هو عنده حكايته ايه بالظبط، بس كده مؤشر ان الكلى بتاعتي تمام، ولكن انا عندي انخفاض في الايه، في الاجسام المضاده في المناعه بتاعت الايه، بتاعت الشخص ده، ممكن تبقى وراثيه وممكن ناتجه عن تعاطيه بعض الايه، بعض الايه، الادويه، تمام. بعد كده عندي الحاله الخامسه هندرسها، وهي مربوطه بالحاله السادسه، خمسه وسته. الحاله الخامسه اللي هي الاميديت اميون ريسبونس، والسادسه اللي هي الديليد اميون ريسبونس، دول بيتكلموا على الاستجابه المناعيه. ففي استجابه مناعيه سريعه واستجابه مناعيه بطيئه. بالنسبه للاميديت اميون ريسبونس ديت، اهم ما يميزها ان انت هتلاقي عندك ديكريز في الالبيومين، انخفاض في الالبيومين، وزياده في المنطقه بتاعت الالفا 2 نتيجه زياده الايه، نتيجه زياده الهيباتو جلوبولين اللي احنا قلنا عليه ان هو البوزيتيف اكيوت فيز رياكتور، وده بيدل على ان الجسم ايه، يعني تعامل بشكل سريع مع الحاجه اللي موجوده عنده، فادى الى زياده الايه، الهيباتو جلوبولين، او برضو بيكون نتيجه الاصابه بايه، بالتهابات، يعني نوع من انواع الالتهابات، فالجسم ايه، قاوم بشكل سريع. طيب الديليد اميون ريسبونس، بلاقي عندي ديكريز في الالبيومين، وانكريز في الليباتو جلوبولين، وانكريز في الجاما جلوبولين نتيجه تكون الايه، الاجسام المضاده، زي ما اقول لك نلاحظ انخفاض في الالبيومين وزياده في الليباتو جلوبولين وانخفاض وزياده في الجاما نتيجه تكوين الايه، الاجسام المضاده. انا عايز اقول لك يعني هي المغزى من دراسه حاجه زي كده، هي ان انت تحط ايه، كتالوج، زي ما بنقول بالبلدي كده، كتالوج لكل مرض. كل مرض عندي هعمل تحليل فلاني، هيطلع التاثير عندي او الشكل اللي عندي بالنسبه لجهاز زي السيرم، او تحليل زي السيرم بروتين الكتروفوريزس، بيبقى شكله كذا، تمام. وبتبدا ايه، زي ما قلت لك من اول محاضره، بتبدا تبني توقعات كل مرة بتقل عن المرة اللي قبلها، لغاية ما بتوصل للروت كوز للايه، للمرض اللي موجود. تقريبا اللي باقي في المحاضرة هو عبارة عن ترجمة للموجود في اللي احنا شرحناه كله، ترجمة وكلام عربي يعني، ممكن حضراتكم تقروه، وان شاء الله اشوف حضراتكم المرة الجاية ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.